بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة العيد الوطني 40 لدولة الإمارات، هذه المناسبة العزيزة اليوم نحن كشعب وكإماراتيين ننظر إلى هذا الاتحاد بعيون الإجلال والإكبار والاحترام، وإلى رؤية شخص يعني تجسدت بعد 40 عام من منجزات على مستوى الوطن العربي. ونشاهد اليوم دولة الإمارات كدولة تضرب فيها الأمثال الدول الأخرى. كنا يعني كشعب قبل عام 71 إمارات متصالحة، إمارات متخاصمة، ولكن بعد إشراق الشمس عام 71 2 ديسمبر مع إعلان قيام دولة الإمارات، اليوم نحن نشوف هذه المنجزات الكبيرة. وإن شاء الله دائما نتمنى أن تكون أفراحنا وأيامنا كلها أيات في دولة الإمارات بمناسبة العيد الوطني 40.